بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبران أفريكا تي في تملك شوشاتشن يه يا 40 النووي كتاب تمهرتاتشن سيهون زاري بسوستين يو كفل بالفو سامنت كاقوارد نبتي من جمر سيهون بالفو سامنت يجبريل حديث بمبالي متاوكون يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي زقبت الحديث كفيل كايم بوهلا نبر يقومنو تماريوش عندما تستوسوت ببالفو بروغراماتشن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تنقروت بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندك أنك نبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الانسال إذ طلع علينا رجول دنقت بك على بين علي شديد بياض الثياب يلبسون اتسبت عم يبرتا شديد سواد الشعر يسأقرو تقرأت بات عم يبرتا مالتم سددت يالنو بلنر لا يرى عليه أثر السفر بس ولي من أي طيبة بلنر يقوزو ملكة الطيبة مكياتم لا من جن يقوزو ملكة الطيبة ميالوت عمر مين أقرأي يقوزو ملكة بس ولي أي طيبة قالوا ماشي يقوزو ملكة الطيبة مالت جلبية ونجو سلورة سيقواز أول جلبية ونجو سلامية كوششبت يقوزو ملكة الطيبة أقرب من ديو؟ وبدأهم تقرأ. مكياتهم كجوزول أيام ببرها إذا كابا مينورو سويش، وإذا سام من دونه مهكلين يوم سلاك كابا مينورو سعودي مثلاً سرت مينورو، أبو راشة أشوا مسلو هنا، جوزول أيام ميمات أسو لبسو بتأم نص الطيلم أبو را ميبال من إلال، أبو راي مثلاً نج لبسو نج لبس كله بس بتاليس أقرب من دزيهو ينج أبو را ليجوزو يهونا يمجرد أتملكت. ينور بتر سازي جوزو ملكته يتيبتم ولا يعرفه منا احد كان يما ككل دمو عندم سو اياقوم يجوزو سو قالونا كجوزو يمتا قالونا يث مو هنا مو هنا نبربت اذا كبابي سو ولا يعرفه منا احد كان يما ككلم عند سو اياقوم زين عند سو ما اياقوم ككبابي سو ندايبال يجوزوم سو ندايبال دغمو يجوزو ملكت عيد طيبتهم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودى النبي يسكي كمت درس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه قلبتون ودى الساتشو قلبت استقاقا ووضع كفيه على فخذيه مدافوشون تافوشو لي أنورا يه منون يساينا لبلنا سرعاتون يساينا عند سو إلم بميك رب الساعت سرعاتي ليلو عينت أقامت إنه هنيتا تلابسو مكامت يلبت بلنا وقال يا محمد من بلو على النبي صلى الله عليه وسلم أنت محمد هوي أخبرني عن الإسلام سلا إسلام نجاروين يسكي على فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالت الإسلام وإسلامنا أن تشهد أن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونتي من ملك عملك إلا بلا لما سكرنا بأونتي من ملك عملك بوشتس بلنا بزوم يملك هذا بأونة جن من ملك ميجبوه إنه ميملك كالله بستكر يلم وأن محمد رسول الله محمد يا الله ملك تيانا تشوب لنا مسكرنا وتقيم الصلاة صلاة كترجع للسجدنا وتؤتي الزكاة زكاة للستنا سلا زكاة تناجرنا وتصوم رمضان رمضان للصومنا وتحج البيت يا الله هم بيتحج للتارجنا إن استطعت كشالك إليه ودسو سبيلا منجر كشالك ودسو منجر سيبال مننا من دنو بلنا منجر كشالك مالت إن استطعت إليه سبيلا ودسو ودهج منجر كشالك مالت منجر كشالك سيبال مننا من ممارات اللبس بلنا مجرب سنكنا مقواقاجا سنكنا مقواقاجا كشالك ودى الله بيه حج للتارقنو قال صدقت أونت هالك على الجو فعجبنا له الأمر لزيت أيك لزيت سويت هدنك يسأله نبي يونت أيك أشوال ويصدقه أونت هالك ميلا أشوال لمن جنيت هدنك وتسكي راسو طيقو راسو دمو رأيت سطل يعني ما ننو ميساتو نبي يون صلى الله عليه وسلم رأي قرم قرم أشو دي كان النبي يبلغ تواكي على النبي بلوكوني قرر ماشوا
قال زيغان يقومنو فأخبرني عن الإيمان سلا إيمان نغرو ينسكالاتشو قال أن تؤمن بالله با الله لتامنو با الله لتامنو سيبال من موالات اللبث بيالو وأن تؤمن بالله با الله لتامنو سيبال أنني با الله منور مامن ولتني با الله جيتنت سج إنت بالا يعلم هلو بالا بيت مونون مامن السوبيتشا تامن لكنو بلو مامن عندهم دقمو يا الله ملكا سموچنا باهاريتو چالوت بنسو هلو لا الله يغباچوال بلن يا لمنم ترغومون اطامن سان ترغوم مامن بلنال وملائكته بملائكوش مامن سيبال من ممالات الله بلنال بملائكه عند سو امنهم يبالو من سيامن نو بلنال سماچو بتتكسو ملائكوش مامن اند جبريل ميكال اندن اسرافيل عندهم ده مسرات شو بس تكسو تملاقيكوش ما من ده ملك الموت يموت ملاقيت يجنة الزبنية يمسح سلوت إن دالو ما من سمعت شو ملت تكسو بزو ملاقيتوش سرات شو جنيت تكسو لين ما من قديه تحشنو وكتبه بمسحافتوش ما من بمسحافتوش ما من سيبال من ما مالت على بن بلند الله سمعت شو نتكسو لين مسحافتوشن كالله مهو نحشون ما من توراة إنجيل زبور ليلاس قرآن صحف إبراهيم وموسى تبليه تكسو لنن بمولو كالله اندهونو مامن قلت انو عدلا ناقر نزاوس تبعلو تسمسرات قديتها اللبن يلبن وكا قرآن وجي بقرآن وسبعلو بيشانو مسرات قديتها اللبن لمن الله لنيا لزي أمتي وردو مسعف من سلونا قرآن سلونا مانتنو ورسوله عندهم بملك تنيوش مامن بملك تنيوش مامن كلهم ملك تنيوش ونات دمينا قرو كالله يزوي ميمتوث نقر بمولو ونات مهونون كراسة شو فترو اندم ما يورو قلت سنوارين هين كلهم مامن قديتانو سمعت شو فتتكسو تنبياتو كنا ملك تنيوش مامن نوح موسى عيسى بهلهم ملك تنيوش عليهم الصلاة والسلام مامن واليوم الاخر بمجرشاو كان مامن بمجرشاو كان مامن سيبال يمجرشاو كان لاي بميكسستو كستاتوچ مامن جديتا نو بلنال يا سماي مسنتق يكوكوش مرغف يا بحروش مقاتل يا قند منفات يا سيرات يميبال دلدي ياله انديهم كيوم القيامه بفيت بميكسستوتم كستوچ ملكتوچ مامن اند دجال عيسى عليه السلام عندما يرد صحيح بمقراب عندما يتوضع بأنه يقول له مامن بمجأة الرشاو كان مامن وزد يمي كاتتوناك وتؤمن بالقدر عندما يهم بأ الله والثاني مامن خيره وشره بتروم بمدفو الله مدفو يسنع لأن دي بيت أي كاتشو نبر تعالينا بمن دني ملسنو وشره لمن تواله بمدفون بقى الله سعي لمن تواله الله لن يطرو نقر انجي مدفو يوسن لنا نقر قن مدفو بينا اجيتا لك لذي مسالي ستانو بمن دنو عند حاكم بيتي دو عند سو مرفي تازولت مرفي سيوكا مرفيو لما قوجيتا ارغونو ميهو تاماميو ميوكاو سو مدفو أرغونو ميو لدكتور اسمين دنيا مرفي عدان يسلو هنا اندسو أرغونو ميو سلزي مدفو النتو كنيا أنس أرنو بلن لمسالي همم كلا شنو من تغال لا الله قلن إنيا لي همم سيام متعبن مدفو هيد اللم مكياتون بزا همم من لي عرق اللم بلونو هممونيسة وانجاج قلن يا همم كمان نيتوسنو كالله وشري همالت اندزيين تمسالي لمسالي عنداندو الناتون عباتون الله يكام مابتال ودسيو سداش جوال إيه لين يا متفونو ترون؟ إيه متفونو؟ لا الله جن ترون؟ لمن؟ من الوقت إني أناك منجي نزي الناس حباسوا يشتاقين حياة مس كذي واحد بينورو مسلم سعينه إنه ليموت يشلون أبر جن هون سلوا سرتشوا الله منونه سرتشوا مسلمون سلذي تروحون على وينه؟ ما نوم ياكو كحياة مس واحد منونه ده بيموتوا الله ولا تاني يا دكمو الناس وسي موتوا إني بنت حاجة صبر بالنارك الله يجنتك تتعشوا بنت تجست بمارك يمنا جينيو أجر سلالة
ያንን አጅር ሊሰጠን ስለፈለገ ወሰዳቸው ማለት ነው። ሌሎችም ብዙ ጥቅሞችን ያይና አላህ ለኛ መጥፎ የሆኑት ለሱ ግን ጥሩ የሆኑት ንሳኔዎች ይሰራል። ስለዚህ ከኛ እይታ አንጻር ጥሩም ይሆኑ መጥፎ ይሆኑ በሙሉ ንሳኔዎች የሚከሰቱ በሙሉ ንሳኔዎች ከማን የተወሰኑናቸው ብሎ ማመን ከአላህ قال صدقت አሁንም ይህ ተጠያቂ ምን አለ صدقت እውነት አልካላችሁ ገረማችሁ ሰሃቦች አሁንም قال فاخبرني عن الاحسان ስለ መልካምነት ስለ በጎ ስራ እስኪ ንገረኝ አላችሁ ስለ በጎ ስራ ንገረኝ አላችሁ قال نبي صلى الله عليه وسلم ስለ በጎ ስራ ሲነግሩት ምን አሉት ان تعبد الله አላህን ልትገዛ ነው አላህን ልትገዛ ነው ከአንከ ተራሁ ልክ አንተ እንደምታየው ሆነክ ልክ እንደምታየው ሆነ አላህን ልትገዛ ነው ግልጽ ነው ከአንከ ተራ فإن لم تكن تراه እሱን የምታየው ባትሆን እንኳን فإنه يراك እሱ ግን ያያል አንድ አንደኛ ትርጓሚው ይህ ሐዲስ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ነው ሁለተኛ ትርጓሚው አንተ አብዱላህ አላህን ልትገዛ ነው ከአንከ ተራሁ ልክ እንደምታየው ሆነ فإن لم تستطيع أن تعبد الله كأنك تراه እንደማለት ነው فإن لم تكن تراه أنت سن እንደምታየው ሆነ ማምለክ መገዛት አላህን ካልቻልክ فإنه يراك እሱ ያያል እሱ ያይኛል ብለክ ልታመልከው ነው አሁን በመጀመሪያው ትርጓሜ አላህን እንደምታየው ሆነ ልትገዛ ነው ነው ኢህሳን ማለት በሁለተኛው ትርጓሜ ኢህሳን ስንት ደረጃዎች አሉት ሁለት ደረጃዎች አሉት አንደኛው የኢህሳን ደረጃ የበጎ ስራ ምርጥ በጎ ስራ የሚባለው መቃመል ኢህሳን የሚባለው ትልቁ ደረጃ አንደኛው ምንድነው አላህን እንደምታየው ሆነ ልታመልከው ነው ልክ በቃ አላህን እንደምታየው ሆነ ስትገዛ በጣም አላህን ፈርተው ነው የምታመልከው ማለት ነው በጣም ከአላህ እዝነቱን ፈልገ ነው የምታመልከው ምክንያቱም እንደምታየው ሆነ ያመለከው ከሆነ ማለት ነው ገብቷችኋል በሌላ ዘገባ የሐዲስ ላይ አንተ ኸሻላህ ከአንከ ተራህ ተብሎ አላህን እንደምታየው ሆነ ልትፈራው ነው በሚል መጥቷል ስለዚህ በጣም ትፈራዋለህ አላህን እንደምታየው ሆነ ስትገዛው ማለት ነው ገብቷችኋል አይደለ አንዱ የትልቁ ደረጃ የኢህሳን የሚባለው ትልቁ ደረጃ ይሄ ነው ሁለተኛው ደረጃስ فإن لم تكن تراه فإنه يراك እሱን እንደምታየው ሆነ ማምለክ ካልቻልክ እሱን የእሱ ያየኛል ብለህ አላህ ያየኛል ብለህ አላህን መገዛት ሁለተኛው የኢህሳን ደረጃ ነው ስለዚህ ኢህሳን ሁለት ከፍተኛና ከሱ ዝቅ ያለ ደረጃ አለው አንደኛው አላህን እንደምታየው ሆነ መገዛት ሁለተኛው ደግሞ እሱን ካልቻልክ እሱ ያየኝ ነው ብሎ መገዛት ማለት ነው አላህን መገዛት ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ክብራን አፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን የ40 ነዋዊ ሐዲስ ቁጥር 2ን የቀራን ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ሳትርቁ ጠብቁ ክብራን አፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ያቆም ነው ስለ ኢስላም ስለ ኢማን ስለ ኢህሳን ከተነጋገርን በኋላ نبيون صلى الله عليه وسلم يهسوي سلا اسلام سلا ايمان سلا احسان طيقاچو سلا احسان ابررولت قال صدقت اهون من علاچو اونتالك اهون مرايت يسطنو ميالفو يسو نبيون مالتر قال فاخبرني عن الساعه سلا قيامه مشلت اندمتكست اسكي نغري فاخبرني نغري عن الساعه الساعه متبالوا الساعه يوم القيامه عنده سموان يوم القيامه بزو سموچ علت القارعه عندنا يسمى القارعه يوم الاخير يوم القيامه يوم الساعه يزارل بتام بزو سموچ علت يوم القيامه سموا يتسطو بمنا منصار نو يزان غزي بميكستهو غزي هنيتا انصار ገጸኑ አይደለ? ናም ስለ ቂያማ ቀን መሽ ነው ብለህ መሽ እንደሆነ ንገረኝ አላችሁ። የዛሬ አመት ነው? የዛሬ 10 አመት ነው? የዛሬ 30 አመት ነው?
የዛሬ አንድ ሺህ ዓመት ነው ماشي ነው ብሎ ጠየቃቸው قال نبيو منالو مل مسؤولو تطياقيو አይደለም تطياقيو ማነው تطياقيو ማነው የቀራን ነው አይደለ تطياقيو ማነው نبيو صلى الله عليه وسلم نبيو صلى الله عليه وسلم محمد አይባል محمد نبيون محمد تبلو مطرات ይችላል نبيو محمد رسول محمد እያላችሁ ነው መጥራት ያለባችሁ تطياقيو ማናቸው نبيو صلى الله عليه وسلم ما المسؤول تطياقيو አይደለም አሉ عنها سلسوا سلسوا ማለት ስለቂያማል ماشي እንደምትከሰት تطياقيو አይደለም بأعلم يمياق አይደለም تطياقيو ስለ يوم القيامه ቀን يمياق አይደለም من السائل كطياقيو يبلጠ طياقيو ማነው عند ማንነቱ ማይታወቅሰው ይሄን የምንለው ነብዩ ማን እየጠየቃቸው እንደሆነ እስካሁን ካላወቁ ነው ማለትም ማን እየጠየቃቸው እንደሆነ የማያውቁ ከሆኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ካንተ የበለጠ ማቀው ነኝ ምንም ከማጣቀው ካንተ የበለጠ አላቀው ማለት ነው ስለ ቂያማ ቀን ማን ብቻ ነው የሚያውቀው እ ማን ብቻ ነው የሚያውቀው ماشي ቀን አልቂያማ እንደምትቆም አላህ ብቻ እኔ ተጠያቂው ከጠያቂው የበለጠ አላቅም ማለት ነው። ቁቀታችን በዚህ ጉዳይ ላይ እኩል ነው። እኔ የአላህ መልእክተኛ አላህ ነብይ ካንተ ምንም ከማታቀውና አሁን ስለ እስልምና እየጠየቀኝ ካለው የበለጠ አላቅም። እኩል ነው ቁቀታችን። ቂያማ ቀን ማች እንደምትከሰት የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው አሉት። ማን እየጠየቃቸው እንደሆነ ደግሞ ካወቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየጠየቃቸው ያለው ጅብሪል ነው መጨረሻ ላይ ይመጣል ግን ነብዩ ሰሃቦቹ አያውቁም እሳቸው ግን ማን እየጠየቃቸው እንደሆነ ሰው ተመስሎ መጥቶ እየጠየቃቸው ይያለ ያለው ጅብሪል መሆኑን አውቆ ከሆነ ይሄን የመለሱት ካንተ በታች ዕቀት ያለኝ እኔ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካንተ ዕቀት ብዙ ዕቀት ካለ ከጅብሪል ካንተ የበለጠ አላቅም የኔም ያንተም ዕቀት በዚህ ጉዳይ ላይ እኩል መላእካም ምንም የማያውቀው እኛም ስለ ቂያማ ቀን መሽክለት እንደምትል ማንንም ሁላችንም ያለን ዕቀት ምንድነው እኩል ቂያማ ቀን መሽለት እንደምትከሰት የሚያቀው ማነው አላህ ብቻ ነው ከስንት አመት በኋላ እሱ ነው የሚያቀው መል መስኡሉ ተጠያቂው አይደለም عنها ስለሷ ቂያማ መሽ እንደምትከሰት ተጠያቂው አይደለም بأعلم አዋቂ አይደለም من السائل ከጠያቂው ይበለጠ قال نبي صلى الله عليه وسلم انتهى ይህ ጠያቂ እንዲህ አለ ይህ ጠያቂ እንዲህ አለ ጅብሪል እንዲህ አለ ሰው ተመስሎ መጥቶ فاخبرني ايشي ماشለት እንደምትከሰት ካላወክ ንገረኝ እስኪ عن امارتها ስለ ምልክቶቿ የቂያማ ቀን ምልክቶች ምን ምንድነው ቂያማ ለተከሰት ስትል ምን ምን ይከሰታል قال نبيو እንዲህ አለ የቂያማ ቀን ሊከሰት አካባቢ ምን ይከሰታል አንተ ሊደል አመቱ ባሪያ ለተወልድ ነው ባሪያ ለተወልድ ነው ረበተሃ አስተዳዳሪዋን ተወልዳለች አለቃዋን ተወልዳለች ምን ማለት ነው ባሪያ ታቃላችሁ ይሄ የባሪያ ንግድ የሚባል ነበር በፊት ሰዎች በጦርነት ሲማረኩ ይሸጣሉ የተማረኩት ከዛ ደግሞ የገዛቸው ሰው ወስዶ ያሰራቸዋል የመሳሰሉት በዛን ጊዜ ባሪያ የተባሉት ሰዎች የሚሸጡት ሰዎች የተማረኩት ሰዎች የተወረሩት ሰዎች ባሪያ የሆኑት ወይ ወንድ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ሴት ሊሆኑ ይችላሉ ወንድ ከሆኑ ለጉልበት ስራ ለተለያዩ ይጠቀሙባቸዋል ሴት ከሆኑ ለሙያቸው በሙያ በመናመን ይገለገሉባቸዋል ከዛን በተጨማሪ ደግሞ አለቆቻቸው ከነሱ ከነዚህ ባሪያዎች ልጅ ሊወልዱ ሊያስወልዷቸው ይችላሉ ምኖች ምኑ ከምኖቹ ከባሪያዎቹ ከዛ የሚወለደው ልጅ ካለቆቻቸው አባትየው አለቃ ነው እናትየው ምንድናት ባሪያ ናት የሚወለደው ልጅ ማንን መስሎ ነው መታየት የሚፈልገው የእናቱን ባሪያ መስሎ ነው መታየት የሚፈልገው ወይስ እንደ አባቱ አለቃ መስሎ
እንደ አባቱ አለቀ ከዛ ማን ላይ አለቀ አለቀ አልሁን ይላል እናቱ ላይ አለቀ አለቀ ባሪያ አለቃውን ልትወልድ ነው አሁን ነው ሲያሰለም ባሪያ አለቃውን ልትወልድ ነው ይወለድና ልጁ ምን ልሁን ይላል አባቱን ለመምሰል እናቱ ላይ አለቀ አለቀ አልሁን ይላል ይህ ማለት አሉ ዑለሞች يوم القيامة ملكة يهونو بمن ملكونو يه مالت بتعام يا باريا باريا وش بتعام يبزال باريا وش دمو يبزوت بمن مكنيات نو بيجالو بتقرنت مسلم وش كليل وش ككفار وش قابل بتعام بزوت قرنت يا رجولنا يا مرة قاتشو من يا رجوا قاتشو اللي مرة قاتشو مالتنا باريا رجوا قاتشو هاي سازي يه يه أورنت يجهاد مبزاتن يميت أقوم منه يوم اللي كعمل لك أربع سنين جهادي بس على مارس هالشو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كم تشوال هو لا تنيا ودك مو منالو أنت اللي دل عمل تربتها مالت كات أورنت جاي يا زم يا لوم على لولا موج يوم اللي كعمل لك أربع كبابي ميمت ولي جوج يميك أربو يوم اللي كعمل لك أربع كبابي ميمت ولي جوج باريان باتون رازو يقول لك تشتشو النات لاي من لا مهني ترالو አለቀ እናታቸው ደው ምን ማረግ ለማረግ ይጥራሉ ባሪያ ለማረግ ይጥራሉ ለማለት ተፈልጎም ነው ያሉም አሉ። ስለዚህ እናቱን ይጂናው ተሰሪ ምንድነው ይሄ ጨው የበዛበት ምግብ ብሎ ሚደፋ ይጂና ሱቅ እንዲገስተሽልኝ ነይ ልብስህ ነጣቢ እያለ ልክ እሱ እንዳለቀ እናቱን ደግሞ እንደ ባሪያ የሚያርግ ይበዛል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እንደዚህ አይነት ልጆች አሉ ይሉ አሉ ይሄ ማለት በጣም ከባድ ጀነት በእናት እግር ስር ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነቱን ምን ያለ ነው ሰውየው ያራቀ ነው ማለት ነው ጀነት ላለመግባት በጣም እየቀረበ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ልጅ ወደ ምን እየቀረበ ነው ወደ ጀነት ወይስ ወደ እሳት ወደ እሳት አላህ ይጠብቀን አላህ ይጠብቀን እናንተም ከዚህ ተምራችሁ እናቱ ለእናቶቻችሁ በጣም ዝቅ ያለ ተናናሽ ተላላኪ እናታቻችሁን አክባሪ ወላጆቻችሁን አክባሪ የሚታዘዝ የሚያስደስት መሆን እንጂ ያለባችሁ እናንተ አለቃ ልጆች እናቶቻችሁን ደሞ ባሪያ ለማድረግ መጣር የለባችሁ ማለት ነው ሌላ የየውም القيامة ملكت وانتر الحفاهه ባዶ እግር የሆኑትን ታያለክ حفاهه ማለት ባዶ እግር حفاهه العراته ራቁት የሆኑትን ታያለ العاله دها يهونو سوچن تايله رعاء الشع يبغرنيا يهونو انذي سنت ملكت ملكت علاچو باجو غير قام يلاچو يا حفتا ملكت نيس يدها يدها راقوت ناچو ملبس انكون يميلبسو تيلاچو يا حفتا ملكت ويس يدها يدها العاله بلاو جلصوت نبي صلى الله عليه وسلم دها ناچو قالو سو اراتانيا دمو رعاء الشع ناچو የበግ እረኛ ናቸው የበግ እረኛ ናቸው ብዙ ጊዜ ከተማ ላይ ንግድ ምናምን ነው እንጂ ያለው ምን ይለም ከብት ማርባት እረኝነት ይለም ስለ ከተማ ስለ ሐዳራ ስለ ስልጣኒ ብዙ ማያቁ ካፍታ ቆይታ ወይም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ምን ይሆናሉ የተጣወሉነ ይሽቀዳደማሉ ፊል ቡንያን ለህንጻ ይሽቀዳደማሉ በአንዴ ምን ይሆናሉ ሀብታ ሚሊየነር ይሆናሉ ይሄ የውም القيامه ምልክት ነው የውም القيامه ምልክት ነው አሁን ዛሬ ላይ በጣም ብዙ እንደዚህ አጋጣሚዎች አሉ ትላንትና ምንም ስለ ከተማነት ስለ አለባበስ ስለ ተለያዩ ነገሮች ሳይያቁ በአንዴ ግን ለህጻ ሲሽቀዳደሙ እ የእንትና ስድስተኛ ፎቅ ስድስት ፎቅ ነው ሰራው እኔ ስምንት ፎቅ ሰራለሁ የሚሉ ብዙ አሉ በሁሉም አገር በሁሉም አገር ይሄ የየውም القيامه አንዱ ምልክት ነው ነው ስለ በበፊት በበፊት ጊዜ ግን ምን ነበረ በንግድ ዓለም ላይ በሀብታም የሚያረጉ ስራዎች ላይ እየሰራ ያለ በአንዴ እድገቱ ኖርማል በሆነ መንገድ ይለወጣል ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የየውም القيامه ምልክት የሆነው ከምን አንፃር ነው ነብዩ በዚህ ንግግራቸው መናገር የፈለጉት ምንድነው ነገሮች የተገላቢጦሽ ይሆናሉ ነገሮች የተገላቢጦሽ ይሆናሉ ነገ ሀብታም ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ሀብታም ሳይሆን
አይ በቃ ይሄማ መቼም አይለወጥም የሚባለው በአንድ የተገልብጦ ምን ይሆናል? ደሃ የነበረው በአንድ የተገልብጦ ምን ይሆናል? ሀብታም ይሆናል። በሌላ ዘገባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ደሃ የሆኑ ጫማ መልበስ ያልቻሉ ራቁት የነበሩ ልብሳቸውን እንኳን መልበስ ያልቻሉ ሰዎች ሰውን መምራት ይጀምራሉ ያሉበትም ሐዲስ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። يوم القيامة أتقومم لكع ابن لكع اسكي غزا درس بليلا زقابا إذا وصيد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة نقروج لما يقبه شو سووج يتشو يتسد تجيزي قياما مقوموان تبكو نقبك قياما بتعام كربان لش مالت لسلطاني ما يقبو سلطان ليس يوتا لهابتي ما يقبو لهابتهم سيهون مالتهم ሀብትን ገንዘብን እንዴት ተሰርፎ ማድረግ እንዳለበት እንዴት መጠቀም እንዳለበት ገንዘብን እንዴት ማግኘት እንዳለበት እንዴት ማብዛት እንዳለበት የማያውቀው ሀብት በተለያየ አጋጣሚዎች ሀብት እሱ ጋር ይመጣል። sultaan እንዴት መምራት እንዳለበት ሰዎችን እንዴት መምራት እንዳለበት የማያውቀው ሰው sultaanው ደስ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ክስተቶች ሳይከሰቱ قيامة አትቆምም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግልጽ ነው። ስለዚህ قيامة ሁለተኛው ምልክት ይህ ነው አሉ። ይሄንን ነገር ነብዩ ካብራሩለት በኋላ ثم انطلق ከዚያም ሄደ የሰውይ فلبثت مليا ጥቂትን ወይም ደግሞ ረዘም ያለን ጊዜ ቆየው فلبثت مليا ጊዜያትን ቆየው على عمر رضي الله عنه ይሄን የሚለው ማን ነው? عمر ጥቂት ጊዜን ቆየን ይህ 3 ቀን ማለት ነው ይላሉ። مليا የሚባለው ቀን ትንሹ 3 ቀን ነው። ለ3 ቀን ያክል እዛ ቦታ ይህ ሰውዬ መጥቶ የጠየቀበት ቦታ ቆየን። ثم قال لي ከሶስ ቀን በኋላ ለኔ እንዲያሉኝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم ከዚያም قال لي ለኔ እንዲያሉኝ يا عمر انت عمر اتدري تاقለህን من السائل ጠያቂው ማን እንደነበር ታቃለህን? ሰሃቦች አያቁም ነበር አይደል? قلت الكن الله ورسوله اعلم اللهنا ملكተኛው ነው የሚያቁት። قال نبي من قالوا فانه جبريل ازيس كاون درس كاسلام جمرس كيوم القيامه ملك سيطيق ينبروا ما نو جبريل نو اتاكم ان انت جا متا يعلمكم ليستمراچو ليساوقاچو دينكم امنتاچو ليساوقاچو متا سلازي دين مالت اسلام ايمان احسان نو مالت سلازي يي حديث رواه مسلم مسلم زكبوتال زيغا يتناقق علي حديث كزي حديث من تمرنا اللي ميلون بميقتلو بروغراماچن انا يوالن يزاريو بروغراماچن كن زيغا يتناققال كبران افريكا تي في تملكاشوچاچن يه يا 40 نووي يميلو كتاب ሁለተኛው حديث النو سكاون درس ياينو يزاريو ሁለተኛው حديث بروغرام زيغا يتناققال በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።